الشيء الذي كنا نقوله كمادة مستمرة في كثير من هذه الخطب هو مناقشة الماديين وإثبات تدبير الله سبحانه وتعالى في كونه، وكان العنوان الأخير التعرض إلى تلك الأمور التي عجز العلم الأوروبي الحديث أو العلم الطبيعي عن تفسيره. من جملتها جريان الدم وضربات القلب. كما سألت نفسك أو سألك أحد أنه لماذا يجري الدم ولماذا يضرب القلب أو يتحرك أو ينبض، لماذا؟ غير احنا نسألهم، نسأل الماديين الطبيعيين، بالله انت شو تفسروا؟ ربما يجيبوا على اوضح احتمال ان الدم يجري لاجل ضربات القلب، ان القلب يضخ الدم في الجسم. يقول لا فلماذا يضرب القلب وباي سبب يتحرك؟ هنا يجي يقول لنا بالعكس، ان الدم يجري فيحرك القلب. هذا صار سبب لهذا وهذا سبب لهذا، وهذا هو الدور بعينه بصلاح المنطق، ان الف يتوقف على باء وباء يتوقف على الف، فلا يوجد لا الف ولا باء، فالمسألة المسألة مستحيلة. فلا ان جريان الدم بسبب ضربات القلب ولا ضربات القلب بسبب جريان الدم. لاحظوا، نسأله ان اليد تكون ممتدة هكذا او الرجل او الجسم يجري فيها الدم اعتيادي على العين والرأس، شكرا لفضل الله. الان عكفها، نلويها عدة التواءات، فماذا يحدث للدم؟ هل يختلف بمقدار 1% او 1 بالألف؟ لو كان صندة ملتوية يختلف فيها جريان الماء بطبيعة الحال، فلماذا لا يختلف بالنسبة الى اليد والرجل حينما تلتوي او الجسم حينما يلتوي؟ لو كان القلب هو السبب كمضخة او كمحرك لاختلف اثره بطبيعة الحال، مع العلم انه يقينا انه لا يختلف اثره بطبيعة الحال. زين، الشيء الاخر في الدم ايضا ان الدم يتوزع في كل اعضاء الجسم الداخلية والخارجية، من شحم وعظم ولحم وجلد، بخالص صحيح. زين، مجارية في هذه الامور في هذه الاعضاء، هم عروق غليظة حبيبي، مجاري شعرية في غاية الدقة بحيث لا ترى الا بالمجاهر المكبرة. قول لا، هذا يعترفون بي. زين، الدم سائل كالماء او ثقيل، انا اقول ثقيل، بي كريات حم وبي كريات بيض. زين، هذا السائل الثخين الذي خابط باشكال مختلفة من المكونات، هل يستطيع ان يدخل في المجاري الشعرية الضيقة جدا؟ وان كان هي مو لطيفة بالعامي، ما تحشر بيها هاي الكريات البيض والحمر، تحشر بالمجاري، لان هي مو اكبر منها حبيبي، اصغر من كريات الدم الحمراء والبيضاء. كيف تدخلها كريات الدم الحمراء والبيضاء؟ تحشر بها بطبيعة الحال، مع العلم انه ما تحشر بها، يتوزع بنحو كامل وصحيح وسليم من قمة الرأس الى انزل القدم. قول لا. سبحان الله. زين، الشيء الاخر في الدم، وان كان قصة بسيطة، في يوم ما انا عندي اطلاع على العلوم العامة، زين، الجهاز الهضمي موجود، يبدأ من الفم وينتهي بفتحة الشبكة ما يعبرون، وما يخالف،
لان الجهاز البولي هم موجود يبدأ بالكلية وينتهي بمصب البول. ما يخالف ما الربط بينهما؟ هل يوجد قناة من الجهاز الهضمي الى الجهاز البولي؟ لا يوجد. كيف ينتقل الماء من المعدة الى الكلية؟ من الذي سأل نفسه هذا السؤال؟ جوابه الاعتيادي انه عن طريق الدم، ان الكلية تحلل الماء يمر فيها الدم فيتحلل الى ماء ويتجمع على شكل بول ثم يراق. ما يخالف هذا ايضا نقبله، مع الشاهد مو هذا. الحليب الذي يشربه الرضيع شلون يصير؟ ايضا عن طريق الدم. الدموع منين تجي؟ ايضا عن طريق الدم. مخاط الانف منين يجي؟ ايضا عن طريق الدم. اشفار الدم حبيبي. تتصور هذا طبيعي او معجزه؟ يكفي. هسه خلي نقول، طبعا يقولون انه اكو غدد تاخذ ما تحتاج، واحد ياخذ سائل البولي، واحد ياخذ الدمع، واحد ياخذ الحليب، واحد ياخذ الكيد، واحد ياخذ الكيد. زين، ما الفرق الحيوي الحقيقي بيننا وبين الله، بين هذه الغده وهذه الغده وهذه الغده؟ لماذا هذه الغده عملها هذا وهذه الغده عملها هذا وهذه الغده كذلك؟ انما هي بعنايه الله، ليس له تفسير طبيعي. حبيبي السوائل المأخوذة من الدم هواية، البول والحليب والدم ومادة الأذن ومادة الأنف ومادة الفم والعرق. الله العليم، ربما أنا الآن نستاي، ربما تضيفون إلى نهاية العشرة أو أكثر، كل المواد التي تبرز من الجسم شنو؟ من الدم مأخوذة بطبيعة الحال. فهذه هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى.